السلام عليكم، احب اعرفكم نفسي. اسمي امين التاجر، انا الاورجنايزر مال الايفنت اللي قاعد تشوفونه من شركه انفينيتوير. الايفنت مالنا اسمه GCC Game Conference، اللي هو اول جيم ديفلوبمنت كونفرنس في البحرين، فاحنا جدا سعيدين بهاي التجربه الطيبه. المسابقه مالتنا حق اول يومين يسمونها GCC Game Jam، اللي تعتبر عن هاكاثون بس شكلي حق موضوع الجيم ديفلوبمنت. فمثل ما تشوفون عندنا الافرقه اللي متوازعه كلها جايه من الخليج، وكلهم شغالين على لعباتهم اللي حسب الثيم اللي قاعدين نعرضه اللي هو فانتسي، فقاعدين يشتغلون عليها. والايفنت بيكون 48 hours، فصباح وليل نفس الوقت، يعني بيشتغلون 24 hours، وموفرين لهم كل وسائل الراحه وكل شيء عشان يقدرون يعطون. اما في اليوم الثالث اللي هو اكثر اكسايتنج بالنسبه لي، اللي هو اول كونفرنس مال جيم ديفلوبمنت اللي فيه توكس وبانلز وسيشنز لها علاقه بتطوير الالعاب. فعندنا اوادم جايين من عندها اوريدي استوديوات من الكويت، وليايين من السعودية رادي جايين يشاركون لأوادم تجرب لعبتهم. فـ it's pretty exciting وايد. ففي النهاية أحب أشكر السبونسرز مالينا اللي ما قصروا، اللي من ضمنهم بنك البركة، EDB البحرين، ستارت أب بحرين، وتمكين. فشكرا جزيلا. Hello, my name is Christos Gazoulis. I'm a faculty member of Bahrain Polytechnic, responsible for the organization of this year's GCC Game Jam and Game Conference. We're all gathered today here to celebrate the games. Compared to last execution of the Game Jam, we have more participants this time around. We have two tracks running parallel, one business and one technical track. And I think it's a great opportunity for all the people who are interested in game development in the region to be here, to attend. Entrance is free for everybody, so whoever wishes is welcome to come and join us to celebrate the game. السلام عليكم، معكم عمار الشارق، مطور العاب من السعوديه. حاليا انا مشارك في مسابقه الجي سي سي جي سي. المسابقه جدا روعه، طبعا هذه ثاني مشاركه لي. الفكره بحد ذاتها جميله، ان جميع مطوري الالعاب في الخليج يجتمعون عشان يقدرون يطورون العاب في مسابقه جيم جام. التنظيم جدا رائع، الاستقبال كان جدا رائع، وفي كل مره نحس بحماس وحنا جايين هنا. الحضور يستحق انك تسافر عشان تجي للمسابقه مثلا بهذه الروعة وبهذا التنظيم. المسابقة هذه كانت تتكلم عن الفانتسي اللي هو الخيال، وحالياً حنا مهمتنا أن كل واحد يطور لعبة أو فكرة تتناول موضوع الخيال. Hi, I'm Tariq Mukhtar from Team Morphing. Our team members are Mohammed Arkoubi, Abdullah Konish, Amar Al-Sharikh. We switch or transition between reality and fantasy worlds in order to solve puzzles, gain access to different areas. The setting of the game is in an office space so far, and we're trying to develop now, how do you say, define the scope, the elements, the gameplay things that we're going to tackle, and how long or how short the game is puzzle-wise. الايفنت جدا جميل، الجي سي سي جيم جام والجي سي سي جيم ديفلوبرز كونفرنس، لانه يفتح قطاع جديد للبحرين، خصوصا حق البحرينيين اللي اصلا يدورون على الوظائف ولا حتى انه يخلقون فرص عمل بالنسبه لهم. المفروض البحرين تستثمر كثير من هالايفنتات على اساس انها هي تقوم بتنمي المهارات هذه بالدوله. نقارنها مع دول الخليج والكويت، احنا ما شاء الله ماشيين على نفس الخطى، وان شاء الله اصلا نكون على مستوى اعلى. Here again at, as a team Skybox at the third GCC Game Jam, where the theme that has been selected is fantasy.
And our team is currently building ideas in the with the fantasy of dreams and how there are good dreams and bad dreams. And we're trying to build a game where a user has to be very interactive with the game. And we're really looking to have fun as much as we can and make memories, and then if we are lucky, to win. أنا اسمي عمار عودل وشاركت في هالبطولة بمجرد إني أبي أحصل خبرة أكثر في الجيم ديفلوبمنت وهاي التيم معاي حمد والكامي ومحمد فإحنا فكرتنا إن نسوي لعبة يكون مثل سبيد رانينج الألعاب اللي تكون في الموبايل اللي التحكم الوحيد اللي يكون عندك يمين يسار فحاولنا ننوع من نحط شيء جديد في اللعبة دوم إنه الفكرة هي عن فانتسي